احنا عندنا ثقه كبيره في 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 رؤيه الدوله الاقتصاديه، وعندنا ثقه كبيره في المنتوج الجزائري، لذلك قمنا بالمبادره هذه. واليوم كما كنت تشوفوا جبنا واحد ممكن ممثل من هذه المجموعه الاقتصاديه التنزانيه باش يزور ولايه برج بريج ويتعرف على المنتوجات وعلى الشركات البريجيه، والحمد لله يعني لاقت اعجابهم وان شاء الله like in one house and see the impact of these materials from here. But it's amazing, we are shocked beyond imagination. We came as a group. Others have gone to Constantine, and the others have gone to other cities to introduce our product. But we see as an opportunity, as a win-to-win, that we, yes. Once we go back, we can see, okay, these are the products we can buy from Algeria ourselves and sell in Tanzania. And these are the products we can sell in Algeria. This, I can say, is a niche market. It's a market which is not yet very much explored like the China market. You get very cheap products, very cheap materials, but these materials here, they are made under high scrutiny, under high quality, high machinery. It's not like cheap products from China, which many people they complain in Tanzania, who do we know that, you know, these tiles you put after 1 month, they break and all. But this is something which I believe is tangible and definitely. اليوم الحمد لله مشينا خطوة إلى الأمام إن شاء الله للتصدير. اليوم كاين إمكانية لشراكة إن شاء الله بين الجزائر وتنزانيا، وإن شاء الله المنتوج البريجي الجزائري يكون موجود إن شاء الله في القريب العاجل في تنزانيا إن شاء الله. أول عقد شراكة لتصدير المنتوج، وأيضا صديقنا أو شريكنا سي عبد الله من تنزانيا قال كلمة جد معتبرة، هي وين وين، يعني رابح رابح. إن شاء الله نكونوا مع الشركاء الأجانب هذو للتصدير، نكونوا دائما رابح رابح، يعني الشركة تنزانيا تكون رابحة والجزيرة تكون رابحة، وإن شاء الله هذا تماشيا للشركة، تماشيا للمنظومة تاع الدولة الجزائرية اللي ماشية للتصدير، آفاق التصدير. يعني ان شاء الله العام هذا 2022 يكون افاق للتصدير، احنا تماشيا لسياسه الدوله في التصدير.